هي معجزة تتجلى من تحت الأنقاض، ناجون ينتشلون من بين الردوم في اليوم التاسع من زلزال تركيا وسوريا. وكالجبال الرواسي رسى الناجون من زلزال تركيا وسوريا ثابتين صابرين تحت الأنقاض، ليصبح هؤلاء الضحايا أحراراً من جديد، أحراراً من قيود ركام المباني المنهارة التي حاصرتهم لما يزيد عن 200 ساعة. ورغم ندرة الفرص في بقاء الأشخاص أحياء تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة من حدوث الزلزال حسب الخبراء، ورغم الظروف المناخية القاسية في كل من سوريا وتركيا، إلا أن عثور فرق الإنقاذ يومياً على ناجين من تحت الأنقاض يزيد من إصرارهم وعزمهم على مواصلة عمليات البحث والإغاثة. وفي سباق مع الزمن، تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عملها لانتشال أرواح أخرى ما زالت تتنفس بين كتل الخرسانة المحطمة وأسياخ البناء المتشابكة.